الله علينا شفيع نور الطريق. إنه آيات ربي قدره في لب قلبي وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد ومتجدد من مصحفي، هذه المرة من ولاية برج بوعريريج. وسؤالنا لهذا العدد يقول: من هو الذي قدر الساعات لنعرف مواقيت الصلاة؟ دعونا مشاهدينا الكرام نكتشف معكم الإجابة الصحيحة. تصفو حياتي وله الروح تلبي. سؤالنا لمصحفي لهذا اليوم يقول: من هو الذي قدر الساعات لنعرف مواقيت الصلاة؟ من هو الذي قدر الساعات لنعرف مواقيت الصلاة؟ مصحف بالهون. لا لا، قبل في وقت الرسول. قبل الرسول، قبل الرسول ما كاينش الصلاة. أنبياء نقولوا. سيدنا إبراهيم. زيد لي واحد. سيدنا إبراهيم. لا مواقيت الصلاة. سيدنا عيسى عليه السلام. قراب ولا بعيد؟ على نقولوا على الرسول. ها يبدا بحرف. سيدنا إسحاق. إبراهيم. إسماعيل. للأسف أول من قدر اليوم بإثنى عشر ساعة ليعرف مواقيت الصلاة شكون هو؟ الله أعلم، عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا لا، زيد خمم شوي. هو صحابي. باش نسهلها لك، ماشي صحاب. عمر بن عبد العزيز. الله أعلم. لا لا، هذا ما ده كاين نبي. نبي صلى الله عليه وسلم. كاين نبي قدر الساعات باثنى عشر ساعة باش يعرف مواقيت الصلاة، شكون هو هذا النبي؟ نبي صلى الله عليه وسلم. رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل الرسول. عمر. لا لا، كان في السفينة. كان في السفينة. اللي راح في السفينة شكون هو؟ اللي خدم السفينة هو. وراهي هي اللي قلت لك راح ذهب ليلة نتاعها، وقت اللي نعرفه. زيد خمم شويه ونعطيك مصحف. هاي اللي قالوا هذا اللي راه يخدم في السفينه ماهوش عارف، وهو هو عارف. كلموا الله اللي قالوا خدم سفينه راه جاي ضغط كبير، حمل قوي مدي الامه. شكون هو اللي هذا؟ شكون هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تي يا وراح ذهب ليله نتاعو نعرفه. خيرات خيرات ان شاء الله. من قدره اليوم باثنى عشر ساعة ليعرف مواقيت الصلاة؟ نبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، زيد لي اسم واحدة. ما عرفتوش هذا. اول من جعل اليوم اثنى عشر ساعة ليعرف مواقيت الصلاة شكون هو؟ الله غير ما نقدر نجاوبك. راح الصلاة هو سيدنا. اعطي لي اسم هذا. سيدنا علي. سيدنا عيسى. لا خطي معليش. ربي يحفظك. الله يبارك فيك. عندك فكرة؟ عندك إجابة؟ أنا يعني الله أعلم. نقول هو صحابي أبي بن خلف. لا هذي ما نعرفش. زيد خم. كاين الله أعلم تاني أبو بكر الصديق. لا لا، قلبي وبه تصفو حياتي.
وله الروح تلبي. أول من قدر مواقيت الصلاة، شكون اللي قدر اليوم 12 ساعة ليعرف مواقيت الصلاة؟ مواقيت خمس صلوات قدرها ربي سبحانه عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام في لما كان الإسراء والمعراج، هو اللي حدد له الخمس صلوات. صحيح. كيفاش حنا ندوك الآن نعرفوا مواقيت الصلاة؟ الظهر وقتاش، العصر وقتاش، المغرب وقتاش؟ شكون هو اللي قدرنا مواقيت الصلاة؟ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن بعد شكون اللي حددها نظمها ما على باليش. باش نسهل لك السؤال، هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قبل؟ قبل محمد. هي. عيسى، موسى. موسى عليه السلام. ما تسرعش، اعطي لي ثلاث اسماء. قلت لي محمد عليه الصلاه والسلام، عيسى عليه الصلاه والسلام. خطا. موسى عليه السلام. خطا للاسف. اول من جعل اليوم 12 ساعه ليعرف مواقيت الصلاه، شكون هو؟ اللي قدر، من هو الذي قدر اليوم ب 12 ساعه؟ الله ما انت تعرف. أنا ما عرفتش. الله ما عرفت. عيسى. ها؟ عيسى. عيسى مش عيسى. نوح عليه السلام. ها؟ يونس. معليش، خير بغيرها إن شاء الله، بارك الله فيك. سؤالنا لمصحف لهذا اليوم، من هو الذي قدر الساعات ليعرف مواقيت الصلاة؟ من هو الذي قدر الساعات ليعرف مواقيت الصلاة؟ حاول أنك تدقق شوية في السؤال، لأنني سؤال راه عام على ما أعتقد. عام. بالعاني حطيته عام باش الواحد يقدر يخمم شوية. من الذي قدر؟ والله من يضابط ال من الذي قدر الساعات ليعرف مواقيت الصلاة؟ قدرها ب 12 ساعة. تحوس على وضع التقويم في حد ذاته؟ لا، نحوس على الشخص كون داره، وهذا الشخص هذا اللي دار هذو مواقيت، يعني اللي نمشيو عليهم تاع الساعات وتاع الصلاه، ارانا نمشيو بهم لحد يومنا هذا. والله ما عندي فكره، يعني سامحني، عموما ما عنديش فكره حول هذا الباب. اول من جعل مواقيت الساعه، هذا نبي ثاني، نبي هذا. سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم. ما عنديش جواب. خير بخير، بارك الله فيك، شكرا على المحاولة، ربي يحفظك. من هو الذي قدر الساعات لنعرف مواقيت الصلاة؟ والناس والبشرية والمسلمين إلى يومنا هذا يمشيوا على هذا الأمر. أولا وقبل كل شيء نتطرق إلى ابتكار الساعة، فقد ابتكرها هارون الرشيد، وفيما يخص تقدير مواقيت الصلاة الله ربي أعلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل عمر. نعم، باش نبسطها لك، هو من الأنبياء، كان في سفينة عندما سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح. نعم فعلا الجواب صحيح، هو سيدنا نوح عليه السلام، وكان على متن السفينة التي أمره الله سبحانه عز وجل بصنعها. مبروك عليك هذا المصحف، يبارك فيك إن شاء الله، ربي يفيدنا بالكلام تاع ربي سبحانه عز وجل، وإن شاء الله يجعلنا من الصائمين رمضان إيمانا واحتسابا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وربي إن شاء الله ينصر فلسطين إن شاء الله. مع رمضان كيفاش راك؟ والله غالب، بس الحمد لله أنا معاه بشوي برك، كلي ماي باردة شوي في البرج. الحمد لله، ربي يدومها إن شاء الله من نعمة إن شاء الله. سؤالنا لمصحفي لهذا اليوم يقول، أول من قدر مواقيت الصلاة، كيفاش رانا نعرفوا مواقيت الصلاة إلى يومنا هذا على مر البشرية؟ كل الأمم كانت عندهم صلاة. كل مم كل هو اللي حدد مواقيت الصلاة.
تحديد على ما أظن في السفينة، تحدد في السفينة، لكن النبي اللي حددها حددت ب 12 ساعة. 12 ساعة عندي زوج أنبياء في راسي، بصعب شيء ومش متأكد وين بيناتهم. أعطيهم لي ونشوفه إن شاء الله. قل. سيدنا إدريس وسيدنا نوح. أعطي لي واحد. استغفر الله. سيدنا نوح. نوح. لا نوح. متأكد. إن شاء الله. شحال من المئة؟ متأكد 60%. لا لازم تطلع لي شويه باش نعطي لك 80. اي طلعها شويه. 99 مليحه. 99 اجابه صحيحه فعلا. الحمد لله. هو نوح عليه السلام. مبروك عليك هذا المصحف. بارك الله فيك. الله يقرا فيه في رمضان ان شاء الله انت والعائله الكريمه اللي ربي يحفظهم ان شاء الله. بارك الله فيك. من هو الذي قدر الساعات لنعرف مواقيت الصلاه؟ على ما أظن هو أحد الأنبياء وربما جازت عليك هكذا معلومة من قبل. جازت علي ولكن نسيت. وربما وسيدنا نوح عليه السلام. متأكد؟ ربما هو. ربما متأكد يعني. شحال من المية متأكد؟ يعني 90% تربح معنا 90%. مبروك عليك. الله فعلا هو سيدنا نوح عليه السلام. مبروك عليك هذا المصحف الشريف. الله يدومه ان شاء الله. دائما الهدايا تطيح عليك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حج وعمره ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله اولادك دائما من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله نصوموه ان شاء الله. وهذا المصحف طبع تحت الرعايه الساميه لسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. نشكره ان شاء الله. وان شاء الله نصوموا بالهنا والسعاده ان شاء الله. ان شاء الله تصوموا بالهنا ان شاء الله. هكذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج مصحفين. نقول لكم صح فطوركم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي إن شاء الله في ولاية أخرى وسؤال جديد. نترككم في حفظ الله ورعايته. إنه آيات ربي قدره في لب قلبي وبه تصفو حياتي. ترجمة